والفور مجرد اوبريشن اخذنا مثال عليها من من السياره. تمام. هلا بدنا نحاول نربط هذا في الاندكشن موتور سبيسيفيكلي. بركز على الاندكشن موتور سبيسيفيكلي عشان نرجع نحكي في شغله البريكين. اذا لو عندي اندكشن موتور مع هويست وانا فارض هون انه عندي اندكشن موتور، عندي جيرنج، فعندي هون جير بوكس، هون عندي سكويرل كيج مثلا اندكشن موتور، وعندنا هون بولي والبولي مشبوك عليها هون لود. اوكي. وحكينا اذا عندي، خليني افترض الان انه عندي اذا السرعه كانت، يعني راح اخذ هاي البولي هلا هون ارسمها بشكل، لو كانت عندي هذه هون وهي اللود مشبوك بهذا الشكل من هون، راح افترض انه سبيد بوزيتيف في هذا الاتجاه اوميجا والتورك بوزيتيف بهذا الاتجاه. اوكي. هلا بدنا نربط هذه مع الاندكشن موتور. انا بالنسبه للدي سي موتور حاكي عنها بالفيديو ثاني، بس خلينا نركز هون بشكل رئيسي على الاندكشن موتور. اذا هون لو جينا اطلعنا راح الاقي انه عندي هذا هو الكوادرنت رقم واحد، وفي الكوادرنت رقم واحد راح تكون عندي السرعه بوزيتيف، يعني معناها انا طالع لفوق، والتورك بوزيتيف معناها عمالي بسحب، يعني هاي اللي هي موتورنج او فورورد. تمام. احنا نفترضها فورورد، بس انا بدي اسميها بالهويستنج، بتعبير الهويستنج، يعني هويستنج عمالي برفع على اللود، فعمالي بعطيه طاقه. مزبوط. ايش الطاقه اللي بعطيه اياها؟ كيف شكلها؟ نص غير الكينيتيك انرجي، في طاقه ثانيه عم بعطيه بوتنشال انرجي كمان، يعني بالبدايه لما سارعته اعطيته كينيتيك انرجي، بس حتى لما سرعته صارت زيرو لسه عمالي بعطيه بوتنشال انرجي، مش هيك؟ حتى لو السبيد كونستنت من هون. اذا هذه بنسميها هويستنج اي لود. هلا خلينا نرسمها. طبعا الباور ايش؟ ايش راح تكون اذا سبيد بوزيتيف والتور بوزيتيف؟ شو راح تكون الباور؟ بوزيتيف. معناها اذا الباور بوزيتيف معناها من وين عم تروح الطاقه؟ عم تيجي من الثري فيز سبلاي، بتتخزن في اللود، بتتخزن في البدايه ككينيتيك انرجي وكمان بتتخزن كبوتنشال انرجي. اذا عندي انا هون في الكوادرنت الاول الباور بوزيتيف، راح اسميه هذا كيو اي. هلا لاحظوا هون السبيد تور كيرف هتكون بهذا الشكل، ولاحظوا كيف بتكمل هون. هذا سبيد تور كيرف تبعت الدرايف، تبعت المحرك من هون، وإذا بدنا نمدها شوي كمان من هون رح تطلع بهذا الشكل. هلا وإحنا طالعين من هون رح يكون عندي، رح أفترض إنه هذا كونستنت لود، وإذا كونستنت لود رح أفترض إنه شكله بهذا الشكل هون، وإذا وإحنا طالعين رح تكون تقريبا مستقر عند النقطة هاي. مضبوط؟ إذا عند النقطة هاي عندي كونستنت تورك، التورك بالحالة هاي تبع هذا رح يكون عبارة عن ام جي في دي اس على 2 تقريبا. مضبوط. لو اهملت الفيسكس فريكشن فحطيت هذا خط مستقيم ماشي بهذا الشكل، ها؟ فاذا رح يكون عندي، او بلاش نرسمها هيك بهذا الشكل، هذا ام، فالتورك تبع اللود بيساوي ام جي في دي اس على 2. ومن هون اجت كلمة انه احنا قلنا انه هو كونستنت تورك. كونستنت تورك هي هذول ما بتغيروش، لا ام تتغير ولا جي بتتغير ولا دي اس على 2. اذا عند هذا الشاف من هون هي رح يكون هذا، وهذا هو عباره عن ام جي اذا حطيته على اللو سبيد شاف طبعا دي اس على 2. فرح تكون عندي هاي نقطه الاستابيليتي اللي رح يستقر عندها السيستم من هون. هلا رح نيجي نطلع مثلا على حاله ثانيه. هلا ايش الحاله الثانيه رح نيجي نطلع عليها؟ بدنا نهدي سرعه هذا السيستم، فبدي انزل السرعه. خلينا نشوف شو بصير. هلا لو جيت نزلت السرعه من هون راح يصير عندي لما انزل الفريكونسي تبعت هذا، هلا هون عندي باتجاه المعاكس راح يكون عندنا هي هذا هون. فلما بعكس هلا الاتجاه، لما بعكس اتجاه الدوران تبع المحرك، لو صار نزل المحرك لتحت من هون عندي راح يصير عندي التورك معكوس، وراح يصير هذا لما يكون الفيز سيكونس اللي انا حاطه هو اي بي سي او ار اس تي على المحرك، وهذا لما يصير ار تي اس على المحرك، راح يصير في عندي تورك مختلف. هون نفس الشيء راح يصير عندي هذا وهاي النقطة من هون، تصير هاي النقطة ستابيليتي. اوكي؟ ماشي هاي. إذا هلا عندنا هون الاتجاه بحال الحالة هاي لما يكون طالع من فوق رح يكون عندي هذا الكوادرنت. هلا خلينا نشوف لما احنا وصلنا فوق وبدنا نهدي السرعة، مش هيك؟ بدنا ننزل السرعة.
فاحنا ما راح نعكس الاتجاه حتى ننزل الفريكونسي. لو بدينا ننزل الفريكونسي راح يصير عندي هذا شكله زي هيك، راح يصير نقطة الاستابيليتي الاستقرار اللي موجودة هون هيك. هلا خليني افرجيكم كيف يصير عندنا بريك، بس خليني ارسم هاي بشكل اكبر. خليني امنح هذه. هلا لو احنا ماشيين على النقطة هذه، هاي السرعة كانت تقريبا هيك هون، وهاي اف 1 رح ننزل الفريكونسي تبعت الدرايف. لما بنزل الفريكونسي تبعت الدرايف رح يصير عندي الكيرف الجديد هيك مزبوط، مش هيك نزلنا الفريكونسي من اف 1 لاف 2، وهذه صارت هون اف 2. اذا كانت الفريكونسي عندي هون، انا بدي انزل السرعه، شو عملت بالفريكونسي تبعت المحرك؟ نزلناها هون. هلا عند السرعه هاي ايش صار عندي؟ التوركس اللي موجوده صار عندي هون تورك معاكس، هذا تحول لجنريتر مزبوط. واضح ليش تحول لجنريتر؟ لانه احنا لسان عند السرعه هاي ما رح يصير في تغير مفاجئ بالسرعه. وين صار المحرك بيشتغل؟ بالنقطه هاي هون. ايش صار بالمرحله هاي؟ الجنريتر صار نيجاتيف. ايش رح يصير هلا بالسرعه؟ رح تنزل. اي نقطه؟ وين نقطه الاستابيليتي الجديده تبعتنا؟ هي اوكي. وين كانت نقطه الاستابيليتي الاولى؟ هون مزبوط. هل هاي النقطة ستيبل؟ لا لا، بالأول وإحنا ماشيين لسه على السرعة كان ستيبل. ليش ستيبل؟ لأنه عندي السلوب تبع اللود كفاليو أكبر من السلوب تبع الدرايف مظبوط؟ هلا لما أجينا غيرنا نزلت الفريكونسي أنا تبعت الدرايف، صار عندي في تورك جاي من هون وتورك جاي من هون، بس التورك هذا نيجاتيف. إذا التورك نيجاتيف إيش راح يصير بالسرعة؟ راح تنزل. ونقطة الاستقرار الجديدة وين صارت؟ راح اتحرك من هون لهون، فنزلت السرعة من هاي السرعة لهاي السرعة. اوكي؟ بس خلال الفترة هاي ايش صار بسرعة اللود؟ ايش صار بالسرعة؟ قلت إذا قلت الهاي شو نقص عندي من هون؟ كينيتيك انرجي. وين كينيتيك انرجي بدها ترجع؟ ترجع من هون وترجع على الفيربال فريكونسي تايم. مظبوط. وين راح تضيع بعدين هاي الانرجي؟ يا بضيعها في ريزيستر، يا برجعها على السبلاي، يا برجعها على 3 فيس سبلاي، يا بتروح عندي هون في ريزيستر. هلا شو بنضل نعمل؟ نفس الشيء، بقول بنزل الفريكونسي بنزل للنقطه هاي، بنزل الفريكونسي بنزل للنقطه هاي لحد ما السيستم يوصل ويتوقف تماما من هون. فعمالنا بنشتغل بالحاله هاي باي كوادرنتس؟ الكوادرنت الاول والكوادرنت الرابع. وفي اللحظه اللي بشتغل فيها بالكوادرنت الرابع اللي هي الفتره القصيره هذه من هون، ايش بكون عندي الباور؟ نيجاتيف، معناها الباور عم ترجع من اللود وبتروح الى السبلاي. ليش بدل ما نرجع على 3 فيز بكون مركبين اندكتر او كابستر يخزن هيك يعني مؤقت ويرجع يرجح؟ يعني ممكن تخزنه، ممكن تحاول تخزنه. هلا ممكن انت تخزنه مثلا في البطاريه تبعت الفي اف درايف، شوف اذا بدك تخزنه، اذا بدك تخزن الطاقه. مش احنا عندنا 3 فيز انفرتر هون؟ وتذكر انه هذا 3 فيز انفرتر باي دايركشنال سويتش، كل واحد بدور باي دايركشنال سويتش. هاي الثالث عندي موجود هون. هلا احنا عندنا 3 تيرمينالز تبع المحرك هون وهون وهون مزبوط. لما هذا المحول يتحول لجنريتر شو بصير بالكرنت؟ بصير الكرنت يرجع لجوا ان باراليل مع كل واحد من الترانزستورز. ايش فيه؟ دايود. ليش حطينا الدايود؟ عشان يصير باي دايركشن سويتش، يقدر يوصل بالاتجاهين. وين راح ترجع الطاقه هاي بعد ما تمر في ال راح ترجع مين؟ على الكباستر. هلا ممكن احنا نعمل، ممكن انت تجيب بطاريه والبطاريه تشبكها مع النقطتين هذول، ايش راح يصير هلا بالكباستر لما عمالي بحط عليه شحنه، بضيف شحنه على الكباستر، شو راح يصير؟ باي ديفينيشن ايش احنا بنقول سي تبعت الكباستر شو بتساوي؟ عفوا كيو تبعت الكباستر شو بتساوي؟ سي في في، مش هاي قاعده اساسيه؟ سي كونستنت ما بتتغير. فاذا انا زدت عليه كيو شو راح يصير فيه؟ في فراح ابدا اشوف الفولتج هون بده يرتفع، هو 650
بحصير 700 750 790 800. اذا استمر الوضع هون ايش راح يصير بهذا الكاباستر؟ راح يصير في بريك داون. فانا مش بصالحي انه يرتفع هذا الفولتج، لازم اعمل شيء معين. يا بضيع هاي الشحنه او الطاقه، بحط هون بريكنج ريزيستر وبحط انا ترانزستور او موسفيت يشغله. لما بصير اشغل هذا الترانزستور ايش بصير عمالي بعمل؟ بضيع الشحنه في الريزيستر، مزبوط؟ او الحل الثاني بخزنها في شيء ثاني. هلا ممكن هذا التخزين تخزن بهذا الشكل. هذا على طول رح نحكي عن البريكنج، رح نحكي عن البريكنج. ليش مهم اني اضيع اذا الطاقه هاي؟ لانه ما بدي اخرب الكاباستر من هون. ولازم يكون في بريكنج، اذا خليت الكرنت يرجع رح اشتغل على البريكنج، وين رح اكون؟ في النقاط هاي، سمحت هذا سمح للاندكتر انه يشتغل، للاندكشن موتور يشتغل كجنريتر، لما اشتغل كجنريتر شو صار؟ عباره عن ايش؟ بريك، الكتريكال بريك. كل النقاط هاي عمال، يعني احنا عمال نشتغل نطلع ولا بنحطها بلون ثاني، شوف ايش عم بيصير. عم بنزل انا من هون في اللحظه اللي نزلت فيها الفريكونسي لهون، هاي الخطوه الاولى، وبعدين لوين بنرجع؟ لهون. رديت مره ثانيه نزلت الفريكونسي، وين بنزل؟ هون، وبعدين برجع لهون، هذا ترانزيت. بعدين رديت نزلت الفريكونسي، نزلت عند النقطة هاي، وبعدين وين رجعت؟ عند النقطة هاي، بنضل نعمل العملية هاي لحد طبعا بتكون سموثر زي هيك، أنا فرجيتها كقطع لحد ما أوقف تماما ونجيب ستاند ستيل. لما بوقف السيستم وهذا السيستم بصير ثابت، إيش لازم أسكر؟ أي بريك؟ الميكانيكال بريك. إحنا هون بريكنج شو اللي عملناه هون كله كان؟ الكتريكال. لما بوصل عند زيرو سبيد بسكر الميكانيكال بريك اللي شفتوه قبل شوي. فهون بكون عيني على هذا المحرك على الشافت تبعه من هون، في ميكانيكال بريك شكله زي هون بيفتد هون بيفتد، وهون عندي رمبر بيشتغل على الشافت تبع هذا. لما بطفي السيستم هذا بمسك هذا البريك، الزومبرك بيمسكه على الفريكشن، بوقف السيستم من هون. اوكي.